السلام عليكم، معكم كريمة بوجمل اللي كان درت واحد الفيديو، أشواق درت واحد الفيديو شحال هادي اللي كنقلب على خدمة مخليت فين مشيت، مخليت العمالة، مخليت تعليم وطني، مبادرة وطنية، وتا حد ما بغا يخدمني بسبب الإعاقة ديالي، والحمد لله اتصل بيا مسيو هشام اللي في دار العلوم وعيط عليا وقال أجي هنايا باش تحركي وتخدمي. أول ما جالسة ضحكت، جالسة في الدار كنتمرض، عندي مشكل ديال الحركه، خاصني ضروري نتحرك، وعطاني هاد الفرصه انني نجي هنايا ونتحرك، وكانت فرصه زوينه انني هنا قدامه. المهم ديك الدار مبقى، ديك المرض ديال الدار مبقاش كنعانيه، وليت كنجي هنا اللي وقتي كنجي على الصباح، مكنجي حتى العشيه، كنجي العشيه ضاع حتى داك التفكير السلبي اللي كنت كندير انني ما نلقى والو، انني غزيده ناقصه. الحمد لله دابا ولا عندي شي حاجه، انا وليت كندير شي حاجه في حياتي، وليت كنخرج كندير كندور. الحمد لله مزيان، الخدمه انايا زوينه تداري هنايا، كنت مع اطفال جميع المستويات اللي يعطيني واحد قدره انني مستقبلا ننمي التواصل ديالي مع الناس. الحمد لله من بعد القرايه كامله كنحس راسي بانني ما ضيعتش الوقت، اني ضربت واحد العذاب في الافاق. عندي اجازه في البيولوجيا، وكنت كنقول راسي انني غير ضيعت وقت، ولكن الحمد لله دوكا ملي فاش جيت هنايا كنحس انني شي حال، انني انسان قادر انني نتحرك. هاد الخدمه هي فقط مؤقته، وكنطالب الدوله خصوصا سيد العامل يعطيني شي حاجه اللي تكون تليق ليا، مثلا اداره او شي حاجه، مهم شي ما تكون واخا تكون عربي ماشي مشكل، غير المهم انني يكون عندي واحد دخل قار، وخصوصا لميتي انا محتاجه ضروري لميتي. كنشكر مسيو هشام على هاد الفرصه اللي عطاني، الفضل ديالو انني دابا وليت كنخرج من الدار، كنجي كلها الوقت، والله داك النعاسه كنت كنضنها كامل ناعسه، كنجي هنا مع الصباح حتى العشيه كنبقى جالسه هنايا. المهم كنتحرك. كريمة شابة حاملة على إعاقة، ورغم ذلك تحصلت على إجازة في العلوم، شاركت معنا في بزاف ديال التكوينات والبرامج ديال دار العلوم، فلهذا قررنا باش نعطوها فرصة باش تشتغل معنا، بما أنها عندها دراية بكل ما هو علمي، فتخدم معنا في إطار الأنشطة ديال دار العلوم، منها تتبع واحد التكوين في منشطة علمية، وتتعاوننا في تنشيط ورشات علمية لفائدة الأطفال. مواكبة مع هذا هنحاولوا نساعدوها في الحصول على ماستر ان بيولوجي إن شاء الله، لما لا، ونحاولوا نواكبوها في التطور ديال المسار المهني والأكاديمي ديال كريمة. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.